بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلينا الآن نبدأ محاضرتنا لهذا اليوم في دراسة الـ Geometry of Linear Operators on R2. الآن خلينا نبدأ في Linear Transformation أو Transformation T من R2 إلى R2. الآن عندي الستاندرد ماتريكس لهذا اللين ترانسفورميشن، هي المصفوفة A، هي موجودة أمامي. إذن الآن إذا بدي أحسب T لأي فيكتور وليكن XY، هذا يساوي إنه الستاندرد ماتريكس للين ترانسفورميشن بتضربها بالفيكتور XY. إذا ذاكرين سابقا كنا بجبر خطي واحد نقول انه TA للX TA of X يساوي AX. الآن هي نفس الاشي هون، هي T، هذا الفيكتور X يساوي A اللي هي المصفوفة A مضروب في الفيكتور X، هي هذا هو الفيكتور X. الآن إذا بتضرب، هي عبارة عن AX زائد BY. هيا الآن بضرب الصف الثاني بالعمود الأول، بصير عندي CX زائد DY. إذن هي TX. إذن هذا الفيكتور XY بعد تطبيق اللين ترانسفورميشن تحول إلى الفيكتور أو انتقل للفيكتور AX زائد BY وCX زائد DY. شوف الآن هذا الفيكتور قبل، انتبه، هذا الفيكتور قبل ما نأثر عليه بالترانسفورميشن، لأن هذا الفيكتور بعد ما أثرنا عليه بالترانسفورميشن. الآن ممكن أنظر للعملية كالآتي. شايفين هذا الفيكتور الأول، هاي الفيكتور الأول أثرنا عليه بالترانسفورميشن، حصلنا على فيكتور آخر، هي هذا الفيكتور بعد ما أثرنا عليه بالترانسفورميشن. شوف الآن هاي الأحداثيات له x ax زائد by فاصلة cx زائد dy. الآن ممكن أنظر لها إنه هذا الترانسفورميشن أرسل هاي الفيكتور، هذا الفيكتور أثر على الفيكتور وانتقل إلى فيكتور آخر. الآن ممكن إني أنظر إلى الترانسفورميشن كالآتي، إنه هذا الترانسفورميشن T نقل النقطة، ها شايفين هاي النقطة اللي هي الإكس واي كنقطة، نقلها إلى، بعد ما أثر الترانسفورميشن نقلها إلى النقطة A X زائد B Y فاصلة C X زائد D Y. يعني أنت ممكن تنظر لإنه للترانسفورميشن بطريقتين. ممكن أقول إنه هذا T يرسل من فيكتور إلى فيكتور، ممكن تقول إنه T يرسل نقطة إلى نقطة أخرى، بنقل نقطة إلى نقطة أخرى، أو بنقل فيكتور إلى فيكتور آخر. خلينا نتذكر تذكير بالأوبريترز في R2. في عندي أوبريتر بعمل على انعكاس حول محور الصادات reflection about y axis. طبعا هاي الستاندرد ماتريكس له دارسينها سابقا. شوف الآن لو أخذت هذا الفيكتور اللي هو واحد واحد وأثرنا عليه بالترانسفورميشن، شوف الآن وين صارت الواحد واحد، شوف صارت قيمتها الآن سالب واحد صفر. شوف المنطقة المظللة وين صارت، أي لأنك أنت الآن عامل انعكاس حول المحور واي، حول محورها واي، هي محور واي. طيب الآن في عندي انعكاس حول المحور إكس، هي المصفوفة، هي المصفوفة نذكركم فيها، احنا حافظينها أصلا. الآن هي الفيكتور الأصلي واحد واحد بعد ما أثرنا عليه بانعكاس حول محور السينات. شايف الآن شو صارت هاي النقطة الواحد واحد، صارت واحد سالب واحد. شايف هاي المنطقة المظللة اللي هون، شو هي. طيب
الآن لاحظ الآن عندي انعكاس حول المحور y تساوي x، هاي المصفوفة، هاي المصفوفة اللي بتمثله، هاي المصفوفة اللي بتمثل الترانسفورميشن. شوف الآن هذا الواحد واحد، الفكتور واحد واحد بمكانه، لكن شوف المنطقة، هاي المنطقة اللي هون، هاي صورتها بتكون هون. طيب الآن آخر إشي عندي اللي هو الدوران الفيكتور بزاوية ثيتا عكس عقارب الساعة، هاي المصفوفة اللي بتحدد هاي الستاندرد ماتريكس لهذا الترانسفورميشن. لاحظ الآن هذا الفيكتور واحد واحد، شوف كيف هاي الرسمة، هاي المنطقة المظللة. الآن بعد ما سوينا تدوير لاحظ هذا الفيكتور، هذا الفيكتور عفوا، هذا الفيكتور اللي كان هون، هذا الفيكتور الأصلي، هاي شايفين هاي ماشي أنا عليه، هاي صار عندي هون، هاي هاي مكانه بعد لأن هذا الفيكتور اللي هون، هذا الفيكتور اللي هون صار الآن صورته، وهكذا. طيب الآن ننتقل إلى الكومبليشنز and expansions. الآن راح نعرف الكومبريشن والإكسبانشن كالآتي: if the x coordinate of each point in the plane is multiplied by a positive constant k. الآن لاحظ أنا شو بساوي الآن، لاحظ ما يلي، أنا عندي بالإكس واي بلين عندي زوج مرتب، زوج مرتب، بروح مثلا الآن على الإكس كوردينيت، يعني شو على المسقط الأول تاع الإكس، وبضربه في كونستانت كي. إذا المسقط الأول، مسقط الأول بضربه في كونستانت كي، عشان أفرجيكم إياها. شو المسقط الأول هون عندي؟ واحد. بإيش ضربته الآن عندي هون؟ بنص. شو صار عندي الآن؟ الأحداثي صار نص، نص في واحد نص. الآن شوف هذا الواحد اللي هون ضربته بالكونستنت كي، الكي أخذته اثنين، ما بضرب الواي، فقط بضرب الإكس بالكونستنت كي. شايفين الواحد واحد، بضرب بس المسقط الأول في كي، والكي هون تساوي اثنين. لاحظ الآن صارت عندي النقطة اثنين واحد. طيب الآن حسب قيمة الكي، حسب قيمة الكي، إذا كانت الكي محصورة بين الصفر والواحد، بهاي الحالة بكون عندي كومبريشن، يعني ضغط. عملت إيش؟ ضغط. هاي كان الأحداث الأول واحد، لما ضربته في الكي اللي هي بين الصفر والواحد أخذتها نص، بهاي الحالة شو صار عندي؟ كومبريشن. صار عندي إيش؟ كومبريشن. الآن إذا أخذت الكي أكبر من واحد، أخذت الكي أكبر من واحد، بصير عندي إكسبانشن. هاي العملية بسميها إيش؟ إكسبانشن. لاحظ الآن كل ضرب الكي وين كان عندي الآن؟ على الإكس، على الإكس، انتبه، على الإكس كوردينيت، على المسقط الأول. إذن بشكل عام، بشكل عام إذا كان عندي ترانسفورميشن من R2 إلى R2، إن كان عندي كومبريشن ولا كان عندي إكسبانشن، إن ذا إكس كوردينيت بس بضرب المسقط الأول بكي. طيب شوف الآن هاي الستاندرد ماتريكس، هاي الستاندرد ماتريكس، هاي الستاندرد ماتريكس، لاحظ هاي واحد ثابت هون، الواحد إيش؟ ثابت هون، هاي المتغير اللي هي إيش؟ الكي. الآن بعض الأحيان بصير أضرب الكي بإيش؟ بالمسقط الثاني، مش بالمسقط الأول، فقط بالمسقط الثاني اللي هو الواي كوردينيت،
بهي الحالة ممكن يكون عندي compression أو يكون عندي expansion، بتكون هاي صورة transformation بهذا الشكل. وهيك بتكون محاضرتنا لهذا اليوم انتهت. الله يعطيكم العافية.